المرض باسم قامات ثورية كان هدف منه تسليط الضوء على الشخصيات الثائرة ورموز الثورة اللي أثرت في الساحة السورية خلال فترة العشر سنوات السابقة. هي رسالة شكر لهدول الأشخاص، وبنفس الوقت هي رسالة للعالم بشكل أجمع وللنظام بشكل خاص أنه نحن لازلنا على خطى هدول الثائرين، هدول الناس اللي فعلا وقفوا جنبنا، يلي وجودهم كان هو وجود ثورتنا حقيقة. اليوم رامي رجعنا لزمن الجميل، زمن القامات اللي بنفتخر فيها. اليوم لما نشوف الشيخ أحمد صياصنا نتذكر ثباته في بداية المظاهرات لما ساند شعبه وأهله في محافظة درعا. اليوم لما نشوف باسل شحادة ابن حمص، لما نشوف سميح شقير اللي بصوته حرض السوريين على أنهم يتكاتفوا في هذه الثورة، لما نشوف فارس الحلو هذا الممثل اللي كان بصف الثوار ما كان بصف الطاغوت ولا بصف المؤيدين اللي خسروا نفسهم خسروا بلدهم، لأنه بالأخير هاي الرموز هي رموز ثورتنا وهاي هي شهدائنا اللي نفتخر فيها. رسالتنا هو من خلال هذا المكان يلي هو الركام مثل ما انكم شايفين، هو رسالة تاني كمان للعالم. لما قال يوما ما الأسد أو نحرق البلد، فكان ثباتنا إلى الآن هو رسالة أنه بالرغم من أنه حرق البلد لازلنا ضد الأسد.